بحسب المركز الوطني للأرصاد، تتوقع خرائط الطقس المستقبلية عدم وصول الإعصار ماكونو إلى دولة الإمارات، فيما ينحصر تأثيره في تدفق كتلة هوائية رطبة تساعد على تكون السحب التي قد تكون ركامية ممطرة أحيانا على المناطق الشرقية والجنوبية، بينما تنشط الرياح أحيانا وتكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة على المناطق الجنوبية. هذا وناشد المركز الجمهور على ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد فقط وعدم تداول أو ترويج الشائعات، حيث يبعد مركز الإعصار نحو 475 كيلومترا عن مدينة صلالة و190 كيلومتر عن جزيرة سقطرى، فيما من المتوقع تعمق الإعصار خلال هذه الساعات إلى إعصار من الفئة الثانية، حيث يمكن أن تصل سرعة الرياح إلى 165 كيلومترا في الساعة، ويستمر الإعصار بالتحرك شمالا ليصل مركز الإعصار السواحل الجنوبية العمانية صباح يوم السبت. إذا إلى ذلك تهيب سفارة الدولة في مسقط بجميع مواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق الساحلية ومناطق جريان الأودية واتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة من السلطات العمانية والاتصال على الرقم الظاهر في حالة الطوارئ، وذلك نظرا للحالة الجوية التي تمر بها سلطنة عمان الشقيقة. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف سرور الدرة متنبئ جوي في المركز الوطني للأرصاد، أهلا بك معنا. بداية إلى ماذا تشير آخر التحديثات الجوية وحالة الطقس بشأن تأثير إعصار ماكونو على الدولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كما ذكرت في حالة تعمق للإعصار في الفترة القادمة خلال 12 ساعة القادمة. طبعا حاليا حركة الإعصار واضحة، هو من الفئة الأولى وحركته باتجاه شمال شمال الغربي، وسرعة حركته 10 كيلومتر في الساعة، ومتواجد على 13 درجة شمالا وخط شرق 55.6. هذا بالنسبة لمركز الإعصار، ويبعد حوالي 475 كيلومتر من صلالة، وكذلك 190 من جزيرة سقطرة. توقع الإعصار أن يتحول للفئة الثانية أو يتعمق ليصبح إعصار من الفئة الثانية خلال 12 ساعة القادمة بنفس الاتجاه، والمتوقع كذلك أن تزيد سرعة الإعصار لتصل ما بين 155 إلى 165 كيلومتر في الساعة، ليستمر الإعصار بالتحرك في نفس الاتجاه. طبعا لو تحدثنا بشكل أكثر اختصاصا، كيف تكون هذا الإعصار ومدى تأثيره على الدول الشقيقة؟ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للوضع الإعصار كبداية، طبعا في يوم الاثنين الموافق 21 مايو طبعا أشارت عندنا خرائط الطقس وصور الأقمار الاصطناعية كذلك عوامل جوية إلى وجود منخفض جوي في منطقة جنوب شرق بحر العرب، كما تتراوح درجات حرارة المياه السطحية في تلك المناطق ما بين 30 إلى 32 درجة مئوية، هذا مع انخفاض كان في سرعة رياح القصف اللي هي المفاجأة، كما ساعدت على تزايد السرعة الدورانية النسبية السطحية في هذه المنطقة، كما ساهمت في تطور الحالة المدارية في جنوب شرق بحر العرب. كما تم رصد الحالة المدارية كبداية كمنخفض مداري في بحر العرب، وقدر سرعة الرياح حول المركز من 17 إلى 25 عقدة اللي يتعادل 34 إلى 50 كيلومتر في الساعة، وكان يتمركز في جنوب غرب بحر العرب على دائرة عرض 9 درجة شمالا وخط طول 60 درجة شرقا. كان يبعد مركز المنخفض حوالي 1000 كيلومتر من السواحل العمانية، وحيث كانت تبعد أقرب كتلة سحب مصاحبة للمنخفض 530 كيلومتر من السواحل. ومن مساء الثلاثاء الموافق 22 مايو تطور المنخفض المدار ليتعمق في بحر العرب ويصبح عاصفة مدارية، وقدرت سرعة الرياح حول المركز ب 34 إلى 40 عقدة من 70 إلى 80 كيلومتر في الساعة، وكان مركز العاصفة يبعد حوالي 90 كيلومتر من السواحل العمانية.
وفي عصر الأربعاء تطورت العاصمة المدارية مكونة إلى إعصار مداري من الفئة الأولى على درجة عرض 11.4 شمالا وخط طول 55.9 شرقا. إذن الأستاذ سرور الدرة متنبئ جوي في المركز الوطني للأرصاد، شكرا على هذه الإفادة ونتمنى السلامة للجميع.